سيدات السادة الوزراء، وبنفسي الجدية والحسي الوطني العالي، تعاملت الحكومة مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، إذ أولت له منذ تنصيبها أهمية بالغة، وعكفت على تنزيله وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 من تعميم التغطية الصحية وعلى نفس المنهاج وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سنتوج هذه السنة بإذن الله بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي بوكلي سوسيال لفائدة الفئات المستهدفة، على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها سيبلغ 500 درهم شهريا. وهو الورش الذي تريده بلادنا أن يكون آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز نسبة التمدوس والرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.